لما يصير مشكلة تغير في كل شيء حتى طرق المعاملة يلا صابك عدنا والعود أحد وعدنا إلى حب الوطن وحب الموطن وللنظر أو لتناول هذا الموضوع مع ابن جسرين وابن الشاعر العابد الحمزاوي ياسين الحمزاوي. مرحبا مرحبا بكم محمد صلاح، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا بكل مستمعي أولى الجسرين. صديقنا ياسين، اليوم برنامج مجالس المبدعين اختار أن يكون الموضوع حب الوطن، فماذا يمكن لياسين الحمزاوي أن يقول لنا عن حب الوطن؟ نقول نحكي لك عن نحبها واللي غالبني حبها، ما نجمش نسبها، أصلي ما يعطينيش. نحكي لك عن نحبها كيف نعطش ما تروينيش، وكي نبرد ما تدفينيش، نحتاج وما تعطينيش، وكي نتعب ما تريحنيش. نحكي لك عن نحبها كيف نحزن ما تفرحنيش، وكيف نمرض ما تداوينيش، نحتاج وما تعطينيش، وكيف نغرق ما تمنعنيش، نخاف نهار يهز ونعشي، نخاف نهار يهز ونعشي، بدمعتها ما تودعنيش، ويصعب قبري على الدفانة تربتها ما تقبلنيش، لكن مهما تجحد هي معايا، تعمل فيا ما يعنيش، تضحي بيا وبها أنا ما نضحيش، ديما ديما نبضى عروبي خاصي، وهذا جاحي الموتانة بشيئة عيش، الموتانة بشيئة عيش. شكرا للطريق، شكرا للمسيح. نحن والمتابعين البرنامج في انتظار حضورك الفعلي، اهلا وسهلا، وان شاء الله يكون سعادية سلامة للملك، ان شاء الله يكون قريب جدا سي محمد، وانا وعدتكم وعدتك انت شخصيا، وان شاء الله اتي بوعدي، خاطر الظروف والوقت هو من اللي ما سمحوش لاكل الاقل، ان شاء الله نلتقي، ودي يعني نكون حاضرا في برنامج لي الشعر وفيه الابداع، واستمتع معنا بحضوري معكم. شكرا صديقنا، تحية ليك وتحية لزملائك وتحية لكل الشعراء عبر هذا الوطن وعبر الوطن العربي بشكل عام. شكرا سي محمد. نمر الآن إلى مواصلة البرنامج، وفي مواصلة البرنامج سنحاول أن نتصل بصديق آخر، أما في انتظار الاتصال به نمر المشاركة لدكتور عراقي صديق راسي علي حميد حمداني، وهو رجل معناها مشهور جدا، هو شاعر مشهور جدا من العراق، سنحاول أن نتعرف عليه من خلال هذا التقديم السريع. فقلنا سي علي حميد الحمداني من مواليد 1960 ببغداد أكاديمية، يسكن بابل الحلة، متزوج له 5 أولاد، بكالوريوس علوم الشرطة في كلية الشرطة العراقية 1980، أكمل دراسته في التحقيق الجنائي في مصر، ومارس العمل وفق اختصاصه في وزارة الداخلية العراقية. الحمداني شاعر أديب بارز ذو اقتدار شعري وملكة باهرة يعرفه جمهوره جيدا هناك، ولكن نريد أن يعرفه جمهورنا هنا وعبر عبر الأوطان العربية. على مستوى الوطن العربي يكتب القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة والقصة القصيرة والمقالة. هو عضو الاتحاد العام للأدباء وكتاب العراق، وعضو منظمة الكلمة الرائدة الإنسانية، وعضو جمعية رواد ثقافية مستقلة، وعضو مركز رواد الإبداع في المنصورة في جمهورية مصر العربية، عضو شعبة المبدعين العرب ممثلي بابل. شارك في مهرجانات شعرية مختلفة داخل وخارج العراق، ومثل العراق في مهرجانات شعرية عالمية وندوات متخصصة في الشؤون الأدبية والشعرية. حققت معه عدة قنوات فضائية عربية لقاءات ناجحة
تم بثها للجمهور الواسع في الوطن العربي، وتم تدوين اسمه ضمن أشهر 1000 شاعر من شعراء العرب في القرن العشرين. تم نشر الكثير من قصائده في المجلات والصحف العربية، ومثال جريدة الأهرام المصرية، وأيضا مجلة الصدى الجزائرية، وعدة كبيرة من الصحف الجزائرية. كما توجد القصائد مصورة على أفلام فيديو بثت في قنوات وغنائيات عراقية وعربية عديدة بصوت من أصوات أدباء وأديبات عرب وفنانين وفنانات، بثت من قنوات إعلامية. تم إنشاء قناة له على اليوتيوب فيها تسجيل لأكثر من 90 قصيدة من قصائده. وكذلك توجد له مدونة بلوج سبوت العالمية باسم الشاعر علي حميد الحمداني، مرفق عليها الكثير من قصائده. علي الحمداني ينظم الشعر بأسلوبه الخاص والمميز، وجاد كتابة الغزل والشعر الوجداني والفخر والرثاء والقصيدة الوطنية وقصائد الحكمة. ولعلنا سنتوقف الآن في القصيدة الوطنية لنستمع ماذا جادت به قريحته في مجال الشعر الوطني. نمر إلى سيعي حميد حمداني. نحن في انتظار الصوت. من أرض الرافدين، أرض الحضارات، أرض بابل. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأرسل إليكم تحيات أخوتكم في هذه الأرض، أرض العروبة، وتحيات إلى تونس الخضراء. يا تونس الخضراء، وحبك قد جرى بقلوبنا كالماء في نهر سرى. حياك يا بلد الكرامة والنهى، بحياة شعب عاش حرا مزهرا. تحياتي لكم ولبرنامجكم الأصيل والجميل هذا، ويسعدني أن أهديكم قصيدة أقول فيها: لملمت أوراقي ورحت مسافرا عرض البحار، وما مللت من السفر، وفحصت ألوان الدروب فلم أجد في غورها ما يخشى منه من الحفر. ربما يجد المسافر صهوة وبصيص ضوء كالحصانة في الخطر، ولأن عاشقتي تراهن صحبها من أجلها أستعذب الليل الأشر. يا أنت يا ذياك، تسلب مهجتي وتبيعها بالأبخسين من الضرر. قدمت كل مناجمي وبضائعي من أجل أن يفتر ثغرك بالمطر. خذني حبيبي، فاللصوص كثيرة وكلانا للصياد شهوة من ظفر. طف بالكؤوس على الموائد كلها، ما بالها قد خانها ليل السمر. هذا يئن لحزنه وحياله من أجهدت عيناه من قصر النظر. والعانسات يطلن شوقا ضاريا، فلعل صيدا تائها منها حضر. هذا زمان الناب والظفر الذي ما لم يدق بجلد ذئب من تصر. هذا زمان العشق ذروته إذا كانت جنون، وإن تجاوزه انتصر. عشق العروبة جنة وظلاله روح، ومن قد عق فيها قد كفر. قد عدت أبحر في الرماد كأنني أنسى كتابا كنت مصدره الأغر. أروي لأطفالي حديث مسارح كانت وما زالت تعاد له الصور. يا ليل، هل شمشون خان قميصه فانوسه، أو قد تململ في الأكر،
أو أن رحابا تسد بيوتها للطارقين وتنوي توبة ما غبر. قل للسماسرة الذين أظلهم ما في العيون وفي القلوب قد اختمر. هيهات هذا الشعب ينكر جلده أو قد يؤله آخرا منه استتر. شعبي هو القدر الذي في رعده في جنة يأتي ويتبعها سقر. في جنة يأتي ويتبعها سقر. شكرا شكرا لصديقنا الدكتور علي حميد حمداني على الإبداع. نمر مباشرة إلى صديقنا سي توفيق اللي نعتذروه على خاطر نزلوا كامتاز ونتجنى باش نوخر شوية المداخلة. سي توفيق عسلام. مرحبا، أهلا وسهلا بك. سعيد جدا بالاستضافة هذه وأشكرك جزيل الشكر. لا شكر على الواجب، فأنت صديق حليم وأنت صاحب كلمة موسيقية رائعة ولاحظتها في الجلسة اللي جلسناها يوم 10 سبتمبر. صديقي توفيق، أعطينا كلمتين على توفيق الحجاوي. توفيق الحجاوي يقطن في تونس العاصمة طبعا في مجال السياقة والسلامة المرورية. أصيل ولاية سيدي بوزيد حجلاوي، أصيل ولاية سيدي بوزيد من طريفية. تكون كما الناس كلها في معهد ليسينيك معهد المقرب في سيدي بوزيد. وانشأت والله في عائلة ثقافية بصراحة. الحمد لله الحمد لله. سي توفيق، حب توفيق لوطنه ماذا قال عنه؟ الحب، تعرف الحب الوطني. أيوة. وراه ما يستويش حتى ما مهما كيف حتى حب. ايوه صحيح، معناها حتى الواحد يحب امه ويحب ابوه يحب، لكن هي ام الناس كل، الوطن هو ام الناس كل. والله انا كتبت من مرة كتبت هاي تونسنا، حاولت نلخص تونس في 24 ولاية، حاولت نسميهم كل واحدة كل ولاية واسمي باش تمتاز. مرحبا 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 تسمى باقة صحي باقة تونسية. نعم، قلت فيها هاي تونسنا بلادي تونس ما نبدلها، خضرة هي عز الأوطان وصايت بابا وهو بزلها قال لي كون لها جنان، هي عروسة ما تخجلها درة في وسط البلدان، عسى على حجرها ورملها سهول وبحور مع الوديان، تاريخ جديد نسجلها ناقل حضارة وديان، نبدأ بأليسة ناقلها جابت كاس تونس من لبنان، حطت بي سمحت لها وهي أميرة مش سلطان، رقب عنها ووصل لها وبعده حسان معنان، تونس الإسلام ومعقلها عاصمتها هي القروان، سبحان الخالق جملها غابات نخيل ورمان، بصفها الخالق جللها منقوشة بريشة فنان، بلاد عظيمة بخصايلها علم وتفسير البيان، بحر المتوسط حملها من بنزرة البنجردان، سوسة بهواها ورملها بوجعفر ياسر مزيان، نسير الطيبة فهلها نذكر منها بني حسان، مهدية لازم توصلها فيها مسرح الرومان، وطباقة الكل شهد لها مشهورة بصيد المرجان، الكاف الزوار تشبلها وسليانة وقلعة أسنان، مدينة الدقة بتمثلها منقوشة بحجر الصوان، ونزين العين تخبلها سبح وذكر العابان، القصرية باسة تجبلها
حلفة وزعفر والفرنان والقصفة التاريخ شهد لها أقدم حضارة إنسان قبصية العلم بطملها كتخالفها البرهان ولا تنسى ولا تنسى جابت من خلها وحنتها زينة عرسان الصخرة الصحراء الصحراء كثيرة بمعاملها بترولها قاري لثمان والصحراء لا مذللها فيها يصطاد الغزلان الدجلة عرازن زين خلها دقاس وتنظرهم نوران الغريبة الناس تحزلها في شهر يار ونيسان نابل كلها وكلايلها هي بنية البنيان بلادي الخالق نضر لها ثروة مها من زغوان شاق في مدينة بتقلها مشيدة من عهد الرومان بوزيد بطبعين حملها يسبع من خيرها الجيعان بالشعر بالشعر عليك مسهلها أساني شوارعها بيبان هذه تونسنا مزملها كلها معايا صوان ومعايا فجمها وعدلها قافية ومعاها الميزان هذه ألو سمحي وين اسمع فيك اسمع فيك أيوه وحاولت نزمل فيها 24 ولاية لا يا جماعة جماعتهم في شكل باقت وكانت باقية مزهرة نشكرك على ذلك ونتمنى صديقنا توفيق أن تكون هذه المداخلة الأولى الأخيرة نحب المداخلات نحبك موجود دائما معنا ولنا شرف في ذلك ما حملت نعم حملت هدى رسالة وأنت بما أنك عضو في المجموعة اللي هي فيها رسالة لبقية الأعضاء نتاع المجموعة تاعكم هذيك اللي عملنا معهم جلسة المرة اللي فاتت باش يكونوا معنا معناها حاضرين بأشعار محددة حتى بالكومنتات تاعهم فعلى الحصة هذه وإن شاء الله نلتقي في ساعة سعيدة صديقنا توفيق إن شاء الله وشكرا على الاستضافة ومرحبا بكم شكرا 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 للساده المتابعين وان شاء الله نكونوا قدمنا الاذاعه ان شاء الله شكرا جزاك الله خير الله يبارك فيك